بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مراسم تخريج الدفعة رقم 10 للأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا. ونبدأ مراسم الحفل بكلمة لممثل الطلبة الباشمهندسة إسراء. نشكر الباشمهندسة إسراء على الاعتذار لشركتنا اللي هي قدمتها، ونتشرف ان احنا نسمع كلمة الأستاذ الدكتور أحمد رحيل عميد الأكاديمية. مهندس عمارة،
522 مهندس حاسبات، 605 مهندس تصنيع. أبناء الخريجين كما تعلمون إن شهادة الأكاديمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات حتى عام 2017، وسوف تلتحقون مباشرة بنقابة المهندسين واتحاد المهندسين العرب على التوالي. إن الأكاديمية الحديثة للهندسة وإدارتها لم تدخر جهدا للوصول بالخريج إلى أعلى مستويات التعليم الهندسي بتوفير الإمكانيات المادية بالأكاديمية من مدرجات وقاعات ومعامل والاستعانة بأعضاء التدريس على أعلى مستوى علمي والذين قاموا بجهد مخلص لتزويدكم العلم طوال فترة الدراسة لكي يستطيع الخريج المنافسة في سوق العمل. إن الأكاديمية الحديثة للهندسة تتبنى المعايير الأكاديمية لجودة التعليم والتي تم وضعها بواسطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ولقد تقدمت الأكاديمية هذا العام للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، والتي سوف يكون لها تأثير هام وإضافة لخريج الأكاديمية وخصوصا في سوق العمل. أكرر تاني، الأكاديمية الحديثة للهندسة السنة دي احتمال 95% تحصل على شهادة الجودة، وشهادة الجودة دي معناها إن خريج الأكاديمية مطابق للمعايير الأكاديمية تبع هيئة الجودة، ده بالنسبة للخريج إضافة كبيرة جدا. إن خريج الأكاديمية قد اكتسبوا سمعة ممتازة سواء داخل مصر أو خارجها، وخصوصا في منطقة الخليج التي يعمل بها نسبة عالية من الخريجين. أبناء الخريجين، وهنئكم مرة أخرى بتخرجكم وحصولكم على بكالوريوس هندسة، وأنتم تستحقون ذلك لما بذلتموه طوال فترة الدراسة من مجهود، وأتمنى لكم جميعا الرقي والتقدم والمستقبل المشرق. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الأستاذ الدكتور أحمد رحيل عميد الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا. أما الآن فحان وقت التكريم. تكريم الخريجين. أولاً شعبة الاتصالات. الأول ناردين مظهر عزت بشاي. الثاني أحمد سعيد محمد أحمد. سارة محمود فريد أحمد. مهاب خالد علي علي. رنا خالد السيد متولي. اسلام ماهر صبيح عثمان. احمد محمد بدوي. رضوان سعيد رضوان. اشراق خالد عبد العزيز. محمد سعيد عبد القادر. فاطمة الزهراء علي. ثانياً شعبة حاسبات. الأول مريم سعيد مصطفى. الثاني محمود شريف فتحي. ثالثاً قسم تصنيع. الأول محمد أحمد حسين محمد الطويل. الثاني هاني عادل شحاتة إبراهيم. ثالثاً أوائل قسم عمارة. الأول تغريد هشام عبد السلام.
الثاني مي عبد المعز محمد سلامة. الثالث أبرار محمد عبد الفتاح علي. رضوى مجدي محمد دسوقي. رضوى محسن صابر خليفة. بنحيي جميعا أوائل الأكاديمية ونشكرهم على المجهود المبذول. أما الآن سوف يتم تسليم شهادات التخرج. أولا شعبة اتصالات ميادة مصطفى محمد. أماني حسني سليمان. مارفن إدوارد. محمد حسن. ماركو عادل. سامية علاء. محمود أحمد محمود أحمد محمد. أحمد ماهر. خالد محمد فوزي. وزراء حسن رفعت. محمد هشام. إناس سمير. محمد عماد الدين نصر الدين. عبد الرحمن عمر عبد العزيز. منة الله سمير عطية. مصطفى نور الدين محمد. سندس محمد وائل محمود. نور الدين صلاح زكي. أحمد علاء الدين أحمد. أمير محمد محمود. آية عبد الناصر بسيوني. أحمد محمد محمد عبد الهادي. أحمد سمير خير علي. آلاء السيد محمد عبد الباقي. محمد سمير محمود محمد. شيماء خالد محمد صابر. علاء الدين عبد السلام. بسمة انجي عبد الجليل. محمد حسن محمد محمود. أحمد محمد محمد عطية. عماد الدين إبراهيم السعيد. أحمد ثروت السعيد. هند حمدي حسين. محمود أحمد مليجي. محمود هشام عبد الوهاب. محمود هشام عبد الوهاب. محمد
محمد حسن محمد محمود. محمود هشام عبد الوهاب. احمد ابراهيم محمد. محمد علي عبد الحليم. شعبة حاسبات. محمود علي عبد الرحيم. حاسبات محمود علي عبد الرحيم. شعبة عمارة. زينب كرم ابراهيم. إيمان عمر إبراهيم. منار محمد نصر. الناس واقفة بالترتيب مفروض عارفين الترتيب. هند منصور. أسماء محمد فكري. زينب مسعد محمود. عزة علي السيد. أحمد خالد أبو سعود. منير محمود. مي رأفت أبو هاشم. تسبيح عفت مصطفى. محمد مجدي رجب. أميرة ضياء الدين عبد الفتاح. عبد الرحمن محمد حسن. مها مجدي مصطفى. مها مجدي مصطفى. ياسمين أيمن عبد اللطيف. هدير مجدي السعيد. أبانوف يسري سنين. أكرم جمال الدين إبراهيم. حسام عبد السميع إبراهيم.
حسن إبراهيم. حسن إبراهيم فاروق شعبان. فاروق مصطفى بدوي علي. محمد عماد. محمد عبد الرازق. بسنت طارق. سيد زكريا. بسنت طارق. علي زكريا. هشام علي ابو الحمد. هذا صبري. عمرو احمد محمد. عمرو احمد محمد. آية الله. اشرف فاروق. عمرو علاء الدين محمود. عبد الله سعيد عبد الحي. شهاد علي محمد. شهاد علي محمد. شهاد علي محمد. منة الله أسامة. منة الله أسامة. مريم محمد محفوظ. آلاء الرحمن أسامة. شاهندة محمد موسى. شاهندة محمد موسى. محمد مدحت. محمد سيد حجازي. إيمان إسماعيل عبد الحميد. آية الله. آسف. آية علاء الدين سعد زغلول. مصطفى أحمد جودة. عبد الله محمد. عبد الله. بسنت خالد جابر. شيماء السيد احمد ابراهيم. محمود محمد فهمي. داليا حسام السيد. أشرف عبد العال محمد. داليا حسام. أشرف عبد العال.
أحمد السيد قاسم، إسلام محمد عبده، إسلام محمد عبده، محمود شاكر محمد،